الجزائر إلى البرازيل، يسلط الضوء على مباريات كأس العالم بالتحليل والتفصيل. سنسرح وإياكم لمدة ساعة كاملة مع ضيوفنا الكرام. نستقبل كالعادة علي بن شيخ نجم الكرة الجزائرية السابق، أهلا بك. أهلا أخوي. ونستقبل أيضا النجم الكبير رابح ماجر، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. غبت علينا لمدة يومين. ما طولش عليكم، ما طولش. بالمطار على طول هنا. أين شاهدت اللقاء؟ في الفندق. في الفندق. في الفندق. سنواصل الحديث اليوم عن مباراة الجزائر وألمانيا، سنواصل الحديث عن هذه المباراة التاريخية، حتى لو ولو خسرنا هذه المباراة إلا أن أشبال المدرب واعد علي لوزيتش أدوا لقاء في القمة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. صفعة قوية وجهها المنتخب الوطني لكل من توقع إقصاءه من الدور الأول في مونديال البرازيل، بعدما خالف رفقاء إبراهيم كل التوقعات ونجحوا في العبور إلى الدور الثاني قبل أن يخرجوا في لقاء بطولي أمام الألمان. الجزائر أقصيت من ثمن النهائي، لكنها ألهمت أجيالا قادمة وأدخلت الفرحة لقلوب 40 مليون جزائري وقلوب كل العرب والمسلمين. هل لوزيتش ومحاربوه قدموا دروسا تكتيكية لأحفاد بيكنباور وأجبروا يواكيم لوف على مراجعة حساباتهم لوقع رفقاء فيغولي على أحسن مشاركة جزائرية في نهائيات كأس العالم، خصوصا بعد الدرس الذي قدمه أحفاد ماجل للمنتخب الكوري ما فتح أبواب الدور الثاني على مصراعيها بعد خسارة قاسية أمام المنتخب البلجيكي الذي تجاوز الخضر آثاره بعد افتكاك بطاقة المرور بتعادل أمام روسيا. الجزائر رفعت رأسها ورأس العرب والمسلمين عاليا وبأداء مشرف ودعت البرازيل، ورغم الخروج من هذه المنافسة إلا أن قلوبنا ستظل تخفق من أجلكم وذاكرتنا ستبقى تحتفظ بأسمائكم وأهدافكم، لن ننساكم أبدا يا محاربين. شكرا لكم لأنكم أدخلتم الفرحة لقلوبنا وجعلتم الجزائريين يفتخرون بمنتخبهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ النقاش مع رابح ماجر. لا شك أنك عشت المباراة على الأعصاب ككل الجزائريين. أكيد أكيد، على كل حال كانت مباراة منتظرة كما كل الجزائريين، شفتها في الفندق. للأسف يعني المنتخب الوطني تاعنا قدم مباراة بإرادة كبيرة، وقلت لكم من قبل المباراة صعبة جدا ولكن ما تكونش مستحيلة للفوز، ولكن أعتقد أن المنتخب الألماني لو نعمل تحليل منطقي، المنتخب الوطني الألماني شفنا مهنة كروية، فاز علينا بالمهنة الكروية. يعني ما ننساوش أن المدرب تقريبا 6 سنوات وهو موجود مع المنتخب الألماني، اللاعبين نفس الشيء، تقريبا نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين، وشفنا كلوسي كان داخل في الشوط الثاني وخلاه في الاحتياط ودخل خديرة، لأن يعني بعد إصابة شفاينشتايغر نقص اسمه في الوسط لأن اسمه طويل شفاينشتايغر. المنتخب الوطني الجزائري عارف أن المهمة راح تكون صعبة جدا، لعبة بإرادة، مجهود إضافي، وأحسن ما فعل المدرب لما اللاعبين دخلوا. بعض الأحيان كنا نشوف الفريق حتى يصعد للهجوم باش يضغط على الفريق الألماني من بداية الدفاع الألماني، يعني ما يخليش دائما يركز ويبدا ينظم الهجومات تاعو في الميدان، ولكن هذاك ما نجموش نديروه 90 دقيقة، صعب. شفنا المنتخب الوطني لعب بتكتيك حذر لكنه صنع عدة فرص في الشوط الأول وكنا عدد. قريبين جدا من فتح باب التسجيل. نعم جت فرص، على كل حال جت فرص لم نستغلها، ولكن دائما نشوف الشيء الحاجة اللي خسرت المنتخب الوطني هي ما كانتش مساندة كبيرة لسليماني، ما كانش مساندة. وحتى لو لاحظتوا المنتخب الألماني في الشوط الأول لعب لالين، يعني لعب دفاع الخط، وهذا خطر جدا، خطر جدا. شفنا بواتينغ لاعب ثقيل في وسط الدفاع، ثقيل. كم المرة سليماني يروح بالكورة، كم المرة يروح، لأن ما فيش لعب هو ومرتزيكار اثنين لاعبين كدفاعيين، يعني ما فيش واحد يغطي على الآخر، وهذا الخط هذا كان لو كان لعب سريع كان ممكن في أي لحظة ممكن نروحه بالكرة، ولكن أنا كما قلت لك المهنة هي اللي فازت.
للأسف الإرادة ما قالتش الكلمة الأخيرة حتى في دقيقة، ولكن 120 دقيقة يعني لاعبين تاعنا لازم يكونوا بدنيا في المستوى الكبير، ولكن المدرسة الألمانية عرفت كيفاش دوزي لي زيفور تاعها في هذه المباراة. تيزال مو عارفه كيفاش دوزي. شفنا أيضا بعض الأحيان المنتخب الألماني يبدا يخدم اللعب من دفاع إلى الوسط إلى الهجوم، لما يشوف ما عندوش الحلول في الهجوم الكرة ترجع حتى للدفاع، أهم شيء وهو ما يضيعش الكرة، وهذا يخلي دائما الفريق الخصم يفكر. واش تحب نقول لك؟ سيليميتي كيغونت ليزالمون، رغم يعني كما قلت لك الإرادة الكبيرة للاعبين الجزائريين، ولكن في الأخير سقطنا في الفخ. بن شيخ، استمعنا أمس إلى تحليلك، الآن 24 ساعة بعد نهاية اللقاء ربما عاودت شاهدت بعض اللقطات، هل فيه أشياء ممكن تضيفها على التحليل اللي أعطيتنا أمس؟ هو ما كانش حاجة كبيرة، ما كانش. هو قلت لك أنا لو سول تريك سي جوري مي كو واسمو علي لوزيتش المدرب، ماشي المدرب بيان سور، مسؤول المدرب تاع فالونس فغولي لو كان جوري مي لي 30 40 مينيت اللي نعاود نهضرها كان ما يخليهش يولي يدافع، كان يخليه للقدام باش يكون قريب للاتاك مع سليماني. هو كان بزاف عليه، يحبط يطلع ويحب ديفوندي ويولي صاور سادي لو جو قاعد ولا شغل ستاتيك توجو لو ميم تريك. لي زالمون فهموا بلي يفو كوفرير من هنايا، سليماني حاطين له هذاك لاري سونترال وبين لو دونجي يجي بتات بارين سونتر ماشي بارين كونستركسيون دو جو. لكن اسمح لي، شفنا كل ما المنتخب الوطني يحاول يهاجم يعني بعدد كبير من اللاعبين الا وتكون هجمه خطيره، يكون فيه مساحات ويكون هجوم معاكس الماني خطير جدا. يعني لو غامرنا شويه في الهجوم كنا ممكن ايضا نلقاو اهداف. ممكن يصير هذا هو يقول لك انسان يخير واش راح يدير. هالي لوزيتش خير بلي لازم ندافع، لو كان نفتح نونكيسي كيما راك تقول. لا لو كان انا جوريمي بتاتر المدرب وحر ويعرف المهنه تاعو بتاتر ان جابو يكون روتري اون 10 ولا بتاتي لوري في لافير ولا نوتر اللي يلعب هذا لو جو اللي يكون قريب للتسعه بور كريي شويه هذوك في لي زيسباس فير ولا كريي لو سور نومبر. ما كاش كون كاين واحد هكذاك ميم الجروب تاعنا يقعد يعس، مي هو ويدير هذه الخدمه ما يخافوش يروح الباون. مي كي ما كاش واش بليجي من بعد كي ماركاو لنا البيت اللي الفريق تاعنا تفتح او كي تفتح مجال. انت سجلت سابقا على المانيا، واش كان يخصنا للتسجيل امام المانيا؟ هل لاعبينا ما كانش عندهم الثقه اللازمه في النفس؟ هل ما كناش مأمنين اننا قادرين نوصلوا للمرمى نيويار، ام انه الحظ فقط هو اللي عكسنا في الشوط الاول؟ شوف انا دائما نتكلم على الموضوع هذا وكاين بزاف الناس يعني يفهموني غلط. راهو يقول لك انا شفت بعض من القراءات في الجرايد يقول لك المنتخب لا يلعب بالالجيريان. نعم المنتخب ما يلعبش الالجيريان. ما يلعبش الالجيريان. احنا القوه تاعنا في سنوات الثمانينات سي كون جوي الفوتبول الالجيريان. من المدرسه الجزائريه اللي تكوننا فيها. احنا ما نشبهش اللاعبين اللي حاليا موجودين في المنتخب الوطني الجزائري لان خرجوا من مدارس فرنسيه. الفوتبول ديريكت، الفوتبول كاري. سي تكتيك. احنا على ليبوك لا فورس يعني قوه المنتخب الوطني تاعنا كل لاعب قادر يحل المشكل هو ويغير مصير المباراه. صح. يعني علي كان وسط ميدان قادر هو يروح يسجل افيك اون اكسيون انديفيديال. عصاد نفس الشيء، بلومي نفس الشيء، شفنا ايضا بعض من الاحيان مرزقان كويسي حتى هم يجيبون خاطر في الدفاع الخصم. لكن كانت يعني فيه تمريرات، كانت فيه تمريرات قصيره، كانت فيه بعض المراوغات، بعض اللاعبين حاولوا ايجاد حلول فرديه، اليست هذه من الطريقه الجزائريه؟ هلا لان هاد الناس هذوما حابين يمشوا بالطريقه الجزائريه، بس ما تنجمش. وانا ممكن نزيد لك نضيف لك شيء، يعني التغيير مش مليح. لازم شفنا فريق مثلا مع المنتخب الروسي قدم مجهود كبير. أنا المنتخب الألماني نغير فريق ونجي فريق آخر. علاش نغير؟ نخلي الفريق هذا مثلا كما جابوه، وعلاش نخليه في الاحتياط مع الألمان؟ لازم ندخله في الشوط التالي لكي هو يسجل لي الهدف. وعلاش ما نخليهش ونعطيه الثقة ونزيد نرفع له في المعنويات تاعو؟ لأن اللاعب، احنا كنا لاعبين. لما تكون في الاحتياط ما تقبلهاش، وأنت عارف تدخل في الميدان
راح تعطي الإضافة في الميدان. إذن تعتقد أن المشكلة ربما كانت في التكتيك اللي دخل به وايدالي لوزيج، ما كانش لازم عليه يقوم بتغييرات كثيرة؟ أنا نشوف كما قال لك علي، إحنا نحترم المدرب، ما فيش أي مشكلة، إحنا احترامنا كبير وما إحنا ما ننقد المدرب، العكس. ولكن حتى الكرة العصرية ما كانش هذا أندروات يجو إلي دروا وأنغوشي يجو إلي غوش. الآن في الكرة العصرية لو غوش يجو أدروات لو دروات يجو أغوش، كما راهم يديروا كاع الأندية الأوروبية الكبار، ولينا يلعبوا كيما الهاندبول باسكو أخذوا من هذه الطريقة من الهاندبول. لو غوشي سيبو أدروات يدخل ويضرب باليد اليسرى. كرة القدم نفس الشيء، هذا هو كما روبان. غيرنا احنا القوة تاعنا في سنوات الثمانينات الحد، احنا الحد حتى لو عصاد كان من جهة اليسرى وانا من جهة اليمنى، ولكن انا نلعب دي بيي، كم الهدف سجلناه ندخل ونروح باليسرى، ندخل باليسرى ونسدد باليسرى. هذا هو اللي كان غلط الدفاع. ولكن الان فريقك كما قلت لك، نرجع الفريق، فريق قام بعمل جيد امام المنتخب الروسي، اللاعبين قدموا مردود، زيد دير فيهم الثقه، خليهم يلعبوا مع المانيا. ولكن انت اللي لعبوا مليح درتوا في الاحتياط، يعني اللاعب حتى لما يدخل المعنويات تاعو ناقصه شويه، وهذا يعني امور مفروض. بن شيخ انت وما جراك تقولوا باللي هذا المنتخب ما يلعبش بالطريقه الجزائريه، وانت اسمح لي، وانت في مره سابقه قلت لي باللي الفوتبول تاع المنتخب ما يعجبكش، لكن هذه الكره اللي راه يقدمها هذا المنتخب عجبت الجمهور الجزائري، عجبت النقاد، عجبت نالت اعتراف مشاهير كره قدم في العالم، روني اصبح يتحدث، بالاك يتحدث، الظاهره رونالدو يتحدث. لا واش عليه، هو دوك بالاك ولا رونالدو يهضر ولا جينيرالمون لي فوتبالور هادو دو نيفو يعطيك شويه، لا شويه عسيله، يعطيك شويه عسيله، نهضروا بكل صراحه، يعني مجاملات ماشي يعطيك بيان سير. دونك ما يجيش يقول لك كلام اللي بتاتر ما يعجبكش، يقوله لك هذه نعرفوها في لكن الجمهور راضي، الجمهور الجزائري يظهر انه راضي على هذا المنتخب. احنا ماناش نقولوا الحمد لله اللي الشعب اللي سيبورتر الجزائريه مرادين، الحمد لله، وحنا فرحنا اللي شفنا الشعب يخرج يفرح، هذا فرحنا لها. بصح باش تقول لي يلعبوا الفوتبول الجزائري ما كامل المحال، ما نكذبوش، دوك ولا الناس تحب الكذب، نعطيو الكذب نبداو نكذبوا، دوك ولا نقولوا الحقيقه نقولوا الحقيقه، ما يلعبوش. تعرفوش الفوتبول الجزائري، فوتبول الجزائري عندك انتيا لي زاري لاتيرو هكذا كيكونوا هما ديجا اوفونسيف طالعين حابطين، عندك لي ميليو تيرا، لي تروا ميليو تيرا نيمبورت كي بو فير لا ديسيزيون، ينجم هو بينيتراسيون يروح يندو يماركي يجيب لك، عندك لي زيلي قالنا كيف احنا كنا لو فوتبول الجيريان سي لي بتيت باس فيت تاك 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 اي شونجمون جو، هذا ولا منا بدل جهه بدل جهه لادفيرسان نقتلوه بلا فيفاسيتي بلا رابيديتي دو جو، اي هاد لي جوار كانوا تكنيكمون قادرين لهذا الشيء. هذا هو سيتي دي تريونغ، سيتي سكور ايفيت. حنا دوك هنا لا يا ان بلوك، هذه حاجه واضحه، يا ان بلوك راهم ديور حاطهم محطوط هنا يسيركيليو شويه لابال، اسكو يغارديو بزاف لابال؟ ما يغارديوهاش، دوك هذه الناس هي شافتها، اسكو يغارديو اسكو بوف غاردي البالون كيما غارداوه باغ اكزومبل لي زالمون ولا ما ينجموش، غارديوه شويه ومن بعد يروح، فهمتني كيفاش؟ الوغ كو نورمالمون نو لازم البالون يتقاردا يروح. واش لازم نديرو باش نلعبوا بالطريقه الجزائريه؟ ربما لمسه المدرب هو اللي راه يلعب بالطريقه. لا لمسه المدرب، هذه سيتي مونتاليتي، سيتي كولتير. الجيريان نايض يلعب في الزنقه، نايض في الشارع، يلعب في الحيط تاع 4-4، يضرب في الحيط، يندو مع الحيط، يبدا يتعلم لا تكنيك هكذا في الحيط. فهمني؟ يبدا يلعب بالصغير، يبدا يطلع كاش يقولوا يخالط لي زاجيريان كيما هو ويطلع بهاد المونتاليتي فوتباليستيك. الهادو ما النص الكبير يلعب الكترانا زادول تما ونادول تم في لي سونتر، في لي سونتر دو فورماسيون يلعبوا على ان بو دير على فرونساز. فرنسا شفت كيفاش دايرين، يلعبوا لك ان جروب هما كاع ناس تان بلوك سولمون، هما لي ميليو تاعهم ميليو تيران تاعهم بران لو ريسبونسابيليتي، تاخذ هذاك البلاك هذاك الكوشي واسمو اتوتي واسمو تاع فرنسا هذاك الكوشي ما تولدي حاكم لو فلون غوش كاع عليه شتكاش يديفوندي، بصح كي يكون البالون يطلع يدوموند يروح يلحق لا سيرفاس ريبارسيو الكوتي غوش بارفوا يسونطري بارفوا يكريدو بارفوا يماركي. علي واش راه يقول؟ نعطيك مثال بسيط. هل المنتخب البرازيلي عجبك؟
لا ما قدمش لأنه يلعب بطريقة أوروبية، لأن كل اللاعبين الموجودين في المنتخب البرازيلي لعبوا في أوروبا كلهم. لهذا البرازيل الآن يلعب حاليا لحد الآن على بالك مازال ما شفت مع برازيليا دريبلي ولا برازيليا بالإكستيريو ولا يجوا فوتبول ديريكت إيزون بيردو لو شارم تاعهم الفوتبول تاعهم لا فورس دي برازيليان سيتي لو فوتبول تكنيك سيتي لو فوتبول كرياتيف او موفمون درك ولا دافيد لويز من لا ديفونس يدون لي لونغ باس من الكوتي غوش اوروزمون مات نوسي نيمار وكي يغطي شويه الشمس بالغربال وراه هو سيوي كي بوج اوترمون ليكيب دو برازيل الميريت مي با دو باسي او دو او دومي فينال با بوسيبل توت لي زيكيب لهم يلعبوا حتى. وشفنا الان التطور الكره في امريكا اللاتينيه او امريكا دو سود. شوف اسمه كوستاريكا شيلي شوف شيلي المكسيك كولومبيا باسكو يلعبوا لو فوتبول تاع بلادهم اللياقه البدنيه والتكنيك. اذا حبيت تقول باختصار انه المنتخب الجزائري يعني فقد هويته ما راهش يلعب في كره القدم الجزائريه. شوف اللي كانت باش تفهم اي مدرب الان يجي اي مدرب يجي الفريق يبدا يكمل يشتغل هكذا ويلعب هكذا حتى واحد ما ينجم يغيره. لان تقريبا من 13 سنه لما جات هذه الاتحاديه دارت هذه السياسه لاعتماد على اللاعبين اللي موجودين في الخارج. الان دوك يجي مدرب اخر راح يعتمد بنفس الطريقه راح يجيب اللاعبين من هيه اللاعبين ممكن ما يجيبش ممكن ماشي هاد اللاعبين يجيب لاعبين اخرين نكتشفوهم في فرنسا يخرجوا ايضا من مدارس فرنسيه اخرى بنفس الطريقه. ربما الفاف اعتمدت على سياسه لاعبين المغتربين لانه ما فيش لاعبين في الجزائر. لا لا هذا غلط. لا هذا غلط محمد. انا هذا الكلام ما نحبش نسمعه. جو نو با كو الناس اللي زون اوندوكتريني بهذا الكلام اللي زون اوندوكتريني لكنه كلام يقال يعني في الصحافه. لا يقال لا لا الصحافه معليش نحترم الناس لكي الصحافه تكتب. ها انا مسؤول نجي لك نقول لك والله الجزائر ما راهش تكون لاعبين كبار سي بوسا نجيب لاعبين من الخارج انت تكتب والناس كيقول لك اه وي سي فري المستوى تاع الدوري تاعنا صغير. ولكن لو من 13 سنه من موجوده الاتحاديه هذه ودرنا عامل جدي يعني لا فورماسيون ولا فورمي دي جوار من المينيم كا دي جونيور يحق سينيور لعبوا في ليكيب تاع لعبوا في ليكيب ا تاعو من بعد جيبوا الفريق الوطني وزيد كونوا في المنتخب الوطني. ولما يكون عندك منتخب جيد وقوي باللاعبين مميزين على المستوى الكبير زيد جيب اللاعبين الموجودين في الخارج يعني الاثنين قادرين نديروا مارياج دو كاليتي ونلعب هكذا ننجموا نخسروها منا نربحوها منا. يعني الانضباط التكتيكي تاع اللاعب اللي خرج من المدارس الفرنسيه وايضا الامكانيات التقنيه تاع اللاعب اللي خرج من الجزائر هذه القوه تاعنا اللي كانت حنايا. انت توافق ماجر في طرحه انه لازم علينا الان نعاودوا نعتمدوا على اللاعب المحلي ونعاودوا نولوا للتكوين. ربما الشعب ما يصبرش لانك لما تتكلم على التكوين تتكلم على 10 سنوات او 12 سنه. الشعب الان او الجمهور يريد نتيجه يريد نتائج. واش عليه يريد نتيجه الشعب بيسك نوليو تما المحاكيه لي كلوب لاري تحكم في في في, 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 في المسؤولين هذه مازلنا نديروا هادشي. واش عليه نقعدوا في هذا الباب داكور ليكيب ناسيونال هادية بصح بتكون نية صالحة تكون نية خاصة وصالحة بور لانتيري دو بي ماشي بور لانتيري تاع اكس و ايكغيك. كي نديرو لانتيري تاع البلاد هو قبل كل شيء دوك نهضرو عليه. هاد ليكيب ناسيونال هي كاينة هكذا يجي يقعد دالي لوزيتش ولا يجي غوركوف راهو يخدم بها يكون عندهم اوموا المسؤولية للفايدة الجزائر بريباري تيسي المونديال الجاي واش هو تكري. انا جلي بروبوزي هذه الوزاره اللي عندها كي كان قيدو ما ربي يذكرو بالخير وربي يشفيه الشيف كابيني تاعو ان سونتر لي سونتر دو فورماسيون سي كوا بور لاجيري سي ريان دي تو. واش هو 16 سونتر تكري 16 سونتر دو فورماسيون تحكم لي 16 كلوب لي رام تاع لا ناسيونال اون تعطي لهم لي تيران. لي تيران كاينين اترافير الجيري في الجي كان باينين لي كلوب اللي لازم لهم لي سون دو فورماسيون في الشرق باين وفي الغرب باين. تحكم نتايا تو ديكاج اون اسيات دو تيران دو 4 ولا 5 هكتار ولا 6 هكتار لشاك كلوب تحطو لي 16 هادو قال تبداو لي طرافو ماشي هما يبداو لي طرافو
او تحكمي دي غروند انتربريز كيما تاع شنوا ولا لا تركي ولا اسبانيول ولا يبداو بموا دافريل. موا دافريل جاي 16 سنتر دو فورماسيون واجدين. لاني دابري نزيد ناخذ ناسيونال 2 16 سنتر دو فورماسيون وجدهم. سي ريان دي تو بور لالجيري سي ريان لو بي ريش بوكو دارجون علاه اون في با سا اي ا بارتير دو لا كي وجدوا لي 16 سنتر دو فورماسيون تماتيك غانا يفو تخير الناس اللي يكونوا على تيت دي سونتر دو فورماسيون. اسمح لي نقولها لك وانا نزيد نعاودها لازم يكونوا كاع دي زونسيان فوتبالور ينجم يكون مع ينجم يكون واحد مع في التدريب اجوان ولا اسيستون ما نقولوش اجوان باسكو الناس ولاد ما تحبش هذه كيما حبيت تسميها يكون من لو سونتر دو فورماسيون بصح لو تكنيك لا فورماسيون يديرها لونسيان جوار وهذه ماشي احنا بدعناها يقول لك عند اللي خير منك اوروبا راه يدير فيها امريكا لاتينيا لي زيتازوني اللي بداو البارح جابورا ما يديروها تونس مغرب مصر يديروها غير حنا اللي ما نديروهاش كي وجدوا لي صوت من بعد جوز فير لو فيريتا بروفيسيوناليزم تاع صح بروفيسيوناليزم ماشي بروفيسيوناليزم هذا اللي راهو في الجزائر هنايا واش كاين 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 رانا حاكمين نسكلفوا بليكيب ناسيونال وكاين شامبيونا ناسيونال مخليينو لواحد اخرين يسيروا شغل واحد يقولوا لعبوا انتم هلتها ولتما حنا نالتين بهادي كيفاش تحب انت تكون عندك وعندنا انا نقولها ونعاودها لو فوتبول الجيريا يتبنى بولادو تاع هنا ما صافي با دير كل اخرين ماشي ولادنا باش اللي يحبوا يديروا سياسه نكوبيوهم دوك هادو كان الجيريا بصح هادو اللي هنا اللي ينوضوا منا من الشارع ويطلعوا في لي كلوب هادو نيفو تكنيك كي يكونوا صغار سون فور انا ني شفت الدراري عندنا الدراري دو كاليتي بصح ديليسي ما تنجمش غدوه تلعب تيروفيان فوتبول الجيريا افيك سيت بوليتيك جامي في سياق ماجر عندنا ايضا حليش عندنا بالكلام عندنا جابو عندنا سليماني شفناهم هذو لاعبين خرجوا من مدارس جزائريه يعني ما لازمش لازم كل واحد نعطيه له حقه يعني المدرسه الجزائريه خرجت على الاقل عندنا اربع لاعبين يلعبوا في المنتخب الوطني هذو يلعبوا في المنتخب الوطني لان راحوا الخارج أو ماشي مش عيب انه الواحد يتكون هنا في الجزائر وبعدين يسقى الموهبه في الخارج باش نرجع لكلامك الناس راهم يقولوا باللي الكره الجزائريه ماهيش تكون لاعبين كبار اللي موجودين حاليا في المنتخب هما اللي خرجوا من المدرسه الجزائريه جابو سوداني سليماني حليش اكشوالمون سي لي ميور هما لمك يديروا يعني لي بوجور دو ليكيب ناسيونال انا متاكد باللي كاين دي سونتين دي سونتين دو جوار في الجزائر اللي قادرين يكونوا لاعبين كبار ولكن مالوزمون اي سون مارجيناليزي يفو لو دير سي مالوغ دو لو دير مي هذه حقيقه انا دائما نقولها انا دائما نقولها اي سون مارجيناليزي وانا نتكلم معك ماهوش وقت محلل على انا نهضر معك كمسؤول انا رئيس لجنه الرياضه العليا صحيح وراح نتكلم لك هذا الكلام ونتكلم ايضا في اللجنه اوني اون تران دو مارجيناليزي لي جون تاعنا في الجزائر الجزائر دوله 40 مليون لكن هذا الكلام 50 سنه وحنا نسمعوا فيه لكن على ارض الواقع ما ولا شيء باسكو الناس فيه ناس مسؤولين ما دخلوش هذه الفكره في راسهم سيتو ايل ريفوز لا فيريتي ايل ريفوز لو كان جينا بلد افريقي ما عندناش امكانيات ممكن نقولوا نجيبوا مدربين ملهيه ونجيبوا لاعبين ملهيه ممكن نعطيهم الجنسيه ممكن احنا جزائر احنا جزائر عندنا لاعبين كلهم قلت لك 40 مليون جزائري 75% دو لا بوبولاسيون الجينا سي لي جون تقول لي ما عندناش لجنه في الجزائر سي با بوسيبل وزيد نقول لك حاجه احنا كما قال لك علي مقبيل احنا رانا نفكروا غير فريق وطني وانتم خذوا الكلوب تاعكم اوكي هل شفت في عالم الكوره ها في اي بلد في العالم ما عندناش لي كاتيجوري دي زيكيب ناسيونال من تحت ما عندناش ما عندهمش ياكل الجيري ياكل الجيري الجزائر اللي عندها الناس كما قال لك علي رمي يدك هذا بين الشعب ترفد 10 دي جون كاع يلعبوا ما شاء الله ما عندناش ايكيب ناسيونال ميني ما عندناش كادات ما عندناش جونيور ما عندناش اسبور ما عندناش عندنا الا والا نجيبوها من هي بوكو سيت مارجيناليزاسيون بوكو الوغ كو عندنا مدربين قادرين يتكلفوا بلي مينيم عندنا لي سيونتيفيك اللي خرجوا من الاس تي اس عندنا لي زومبيريك كيما حنا لي زونسيان وعندنا لي زونترينور دو غارديان لي عندهم اون كارير علاش ما ديرش هكذا في المينيم كا دي جونيور سبور وخلي الناس تمشي افيك دي زوبجيكتيف 2 ans 3 ans le minimum est
لكادي، لكادي يكمل لي جينيور، هذا يكون لي زيسبوار، ولي زيسبوار يكون الفريق الالف، ونخلو باب مفتوح للاعبين يلعبوا في الخارج، احسن لاعبين نجيبوهم. احسن ماشي تجيب بارك، هذا مكان، هذه السياسه اللي كنا نمشوا فيها احنا من قبل، وعطات الثمار تاعها. ويقول لك ما عندناش لاعبين، ما نروحوش بعيد، سنه 90 سي با لوان، شحال 13 سنه سي با لوان، دينا لا كوب دافريك دي ناسيون افيك لاري لا مانيير باللاعبين محليين. كيفاش تقدر تقول لي الجزائر ما عندناش لاعبين؟ سي اون انسولت، سي با بوسيبل. شوف شوف نكمل في الباب هذايا. شوف نهضروا احنا وطونك فوتبالور، بدينا في الزعف الشارع كوم تو طالجيريان كوم تو فوتبالور اللي يلعب في العالم، كاع بداو في الزنقه، بولي مارادو ولا مير تاع العالم بداو كاع في الزنقه. من بعد نروحوا كل واحد يروح للكلوب، بدينا في الكلوب، شكون اللي كان المدرب؟ نعطيك انا مثال تاعي مولوديه، كنت ميني في المولوديه، هذاك الوقت ما كانش ليكول، شكون المدرب تاعي؟ كان كمال هذا الله يرحمه، كمال هذا الله يرحمه كي يكون يونطريني ميني بلا في 62 في عمره، كان كرون جوار، نشفى لليوم، عطاش تاع الصغر تشفى لهم تاع الكبر ما تشفى، نشفى لليوم كيفاش يكوريجيني، كيفاش ينكوراجيني في الحوايج اللي نديرهم مليح، اميليورالي لي كاليتي تاعي ونحالي لي ديفو، خاطرش العب فوتبال، هذه اللي الناس ما حبتش ولا سارتا ما حبتش تدخل في البال، ما ينجمش. احنا المشكل اللي راهو دوك في الجزائر مشكل كراف. لكن بالشيخ البعض يلومكم يقول لكم انتم جيل الثمانينات، يعني دائما شادين في الانجازات تاع الثمانينات، يقول لكم بلي كره القدم الان تغيرت في اساليب حديثه للتدريب، فيه امور جديده دخلت على. شوف 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 محمد خويا، هذا كاع الناس تكذب، ودوك نبروفي لك بلي تكذب. احنا في اي بلاد احنا تفورمينا هكذا صغر مع المدربين، خليناهم مسؤولين مربيين، كان لي ديريجون كانوا مربيين ماشي بزناسيه، كانوا مربيين، والمدرب اللي مورانا المدربين، الناس اللي لعبت فوتبول لعبت في اوروبا ولا اللي لعبوا هنا كانوا مدربين تاع الصح، يعلملك واش البالون، يعلملك لو فيس دو فوتبول، هذه زوج. ثالثا ومن بعد تلحقوا ليكيب ناسيونال كاد جينور كيما قال لكم صاحبي، بارتيسيبينا كاع لي تورنوا احنا في روبي في غونف لا بلجيك في بارتو، خطرا لعبنا نيشا في ليكيب ناسيونال تاع في لا بلجيك، ونا بري واقيلا 3 ولا 4 تروفي، مير ايكيب مير اتاك مير، ديناهم كاع ايتيك، مير جوار دينا كلش، كنا جينيور كاع لي بو معرف لي كاع الجروب زيد، انا كنا كيف كيف. ومن بعد هادو وين صبحنا؟ صبحنا في ليكيب ناسيونال، عام بعد العام زاد جا مصطفى، زاد جا صالح، زاد جا بلومي، ولات ليكيب سوديا، لا بدينا نتحركوا مع لي هولندي ومع لي زيطاليا ليها، ومن بعد ولا عندك فريق الوطني. بور ريفونير لهذا الكلام، هذه هي في الحقيقه كيف نقولوا 82 ولا من قبل، ولا انا دوكا وليت من هذا المونديال، وليت ما نحبش نسمع كلمه 82 خاطرش ولات توجعني بزاف، ويقول لك الانسان واحد اللي يدير الخير يرجعوا له شر هنا. علاش توجعك؟ باسكو لوجيكمون هاد ليكيب ناسيونال اكتويال دركا كي تسمع انت يقولوا شكون خير، هادي ولا هادي ولا 82، هادي ما تلقاش ما تلقاش شكون خير. قال اسكو نجمو نباطيو الالمان كيما 82 ولا نديرو ميو؟ وي تنجم دير احسن، سي طو ميو بور نو اي بور لو بي. بصح باش يقولوا في نسمع في التلفزيون ولا في الجاري هادي خير ولا هادي، صافي دير انت راك حقدي على ال 82، صافي اللي يدير حاجه مليحه تحقدوا عليه انتوما، فهمتني؟ غدوه هاد ليكيب اما لك دون 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 10 ولا تجي كيب ناس واحد اخرى، انتوما خير ولا هادو تاع 2014 خير؟ واش هذا مدام الخير ولا ما كانش لي خير؟ كل واحد دار الواجب تاعه. واللي تعرف، وانا جوريمي هادي نقولها، جوريمي لي زانترفيو هادو ينداروا باسكو كاين لي بيان ديريجي، جوريمي سقسيو الناس تاع 55 60 سنه اللي شاف ليكيب 82 وشاف هاد ليكيب هو يحلل. هادي وحده. كي حبسنا الفوتبول لوجيكمون يحكمونا في 100 جوار 82 90، ومام بتاتر لي كبار لي صغار علينا وكذا، كانوا يبعثونا نديروا دي ستاج دو فورماسيون دونترينور، ياخذوا 5 بيي، قال لونجلتير، قال الالمان، قال فرنسا، قال الاسبان والايطالي، يبعثوا 10 هنا 10 هنا، نجيو افيك دي ديبلوم. بيان سور هنايا تسقسي قبل، اللي يحب يولي اونترينور، اللي يحب يولي اونترينور يتسجلوه ونبعثوا، خاطرش كاين اللي يحب يكون سكريتا، كاين اللي يحب يدير ديريج، كل واحد كيفاش، ولا كونسي تكنيك. من بعد هادو
كي يجيو من بلي ديبلوم تاعهم هادو اللي تحطهم على تيت دي كلوب فهمتني هادو اللي تحطهم حنا وصرا نهضروها بكل صراحه لي 20 ديرنيير زاني ناخذوا 20 سنه الاخرين هادو هل كاين 10 مدربين حاكمين دي كلوب من لي زونسيان جوار ناخذوا 10 ما فيش ما كاش كان طون زون طون من نادي يحكم منه من دونك لي 20 ديرنيير زاني هادي اللي حكموها الناس اللي خاطيهم الفوتبول هكذا وين الحق الفوتبول تاعنا دونك ما نقولوش الحقيقه ونافونس لا با وين الحق الفوتبول تاعنا انا جاكوز بيرسون بصح وين لحقنا بهاد لي 20 ولا 25 سنه اللور لكن تأهلنا مرتين الى كاس العالم سنعود لمنتات كاس العالم لكاس العالم لي جوار تامن بلاعبين مغتربين لي جاو من هنا انا نهضر لك انا تاع في الشامبيون تاعنا بن شيخ سنواصل الحديث عن مباراة الجزائر ألمانيا لكن بعد أن نستمع تحليل المدرب الكبير مورينيو الذي قال عن مباراة الجزائر على غرار العديد من المحللين والمختصين عبر جوزي مورينيو مدرب نادي تشيلسي عن إعجابه الشديد بالأداء البطولي أشبه الحاليلوزيج أمام منتخب ألمانيا إذ لم يتوانى المدرب البرتغالي في تحليله الفني للقاء عبر موقع ياهو في الإشادة بالانضباط التكتيكي للعالي الخضر وبالروح القتالية التي أبان عنها رفاق القائد حليش السبيشال وان تطرق إلى تألق ورقته المربحة في نادي تشيلسي أندري شورلي بعدما تمكن من فك شفر دفاع الخضر كاشفا توقعه صنع شورلي الفارق منوها بذكاء الحاد في اللقطة التي نجح فيها في تسجيل هدف السبق للمانشافت مدرب البلوز يعتبر هدف تقليص الفارق الذي سجله جابو في نهاية الأشواط الإضافية مستحقا ومكافأة للخضر على مباراتهم البطولية ومجهوداتهم الخرافية التي بذلوها طيلة 120 دقيقة داعيا الجزائريين للافتخار بمحاربي الصحراء مجاري يبدو أن مورينيو قد تراجع عن تصريحاته الأولى التي اتهم فيها اللاعبي المنتخب الجزائري كوبي نعود مش تمام نعود مجاري يبدو أن المدرب مورينيو يريد التكفير عن أخطائه بالحديث الآن عن منتخب جزائري قوي بعدما اتهمه بالضعف في بداية كأس العالم لا أكيد كلنا شفنا مباراة بلجيكا هذا شيء طبيعي يعني كل اللاعبين القدماء وحتى أيضا الجزائريين انتقدوا المدرب بعد خسارة من بلجيكا لكن الأمور تحسنت أمام كوريا وأمام روسيا وفي الأخير أمام المنتخب الألماني أنا أقول يعني كان فيه تطور لهذا الانتقادات دائما نخلوها مش ما تحكمش على المدرب في مباراة واحدة لأن كانوا ثلاث مباريات في آخر مباراة أمام المنتخب الروسي ممكن ناخد كما يقولوا تحليل منطقي على الأداء تاع اللاعبين ولكن كثير من الناس انتقدوا المدرب وفي الأخير مدرب مليح أوكي شفنا أيضا الطريقة يلعب فيها أمام المنتخب الألماني شفنا يعني فيه تطور أكثر وأكثر لكن قلت لي بأنه التشكيلة اللي دخل بها يعني ما قنعتكش 100% لا شو بكل صراحة أنا ما أقول لك تشكيلة مانيش ننتقد العكس أنا أقول لك درك البرازيل ما قنعنيش هذا ما سافي با دو جو سوي اون تران دو كريتيكي ليكيب دو برازيل مي اللعب تاعهم سي با اللعب تاع البرازيل انا جوري مع منتخبنا كان المدرب يبقى بنفس اللاعبين اللي قدموا مستوى جيد امام المنتخب الروسي خاصه في الناحيه البسيكولوجيه انا مثلا كما جابوا لعب مباراه كبيره امام روسيا مبادرة نسيب روحي في الاحتياط المنتخب الالماني ومن بعد تقول لي لا هذا سي تكتيك واش متي سي تكتيك لحد الان شفنا لا سي تكتيك اللي شفناها وهو سي الاندفاع البدني ولا غلطه المساحات لا خلي الفرصه خاصه المباراه واحده امام المنتخب الالماني سي فريك المباراه هذه عندها طابع خاص واللاعبين دخلوا بمجهود كبير ولكن الخطا التغيير اللاعبين بن شيخ لما نشوفه يعني مدرب كبير مثل مورينيو يعترف بقوة الجزائر ويتحدث عن المدرب آلي لوزيتش ويقول بأنه يعني مدرب كبير ووضع التكتيك اللازم لهذا الفريق في حين أو من الجهة الأخرى نسمع بعض النقاد الجزائريين أو بعض المدربين الجزائريين ما زالهم لحد الآن يعني ينتقدوا في آلي لوزيتش وخطط آلي لوزيتش أنا وش عليه قبل ما نجاوبك نبوزي لك كاسيا
هاد اللي راك تهضر عليهم لعبوا في كرة القدم، كاين اللي لعبوا كاين اللي ما لعبوش، من فوق كبير ما لعبوش باسكو على هادوما كانوا يكريتيكيوه ودركا يقولوا شويه فيلو زويت مليح. اون كريتيك با لونترينور بور كريتيكي باسكو ما يتفاهمش مع هذاك اللي ديالنا هذاك، لا ماشي هكذا. مورينو هضر على المدرب تاعنا هذايا باسكو مورينو سي ان بون تاكتيسيان، او عارف القمه تاع المدرب تاعنا سو لو بلون تاكتيك اي سورتو ديفونسيف كو مورينو اللي ريكوني بور سا، يعرف كيفاش يدافع. دونك حس كيفاش حط دار الخطه المدرب تاعنا ويعترف بهذا الشيء. المورينو جوجا بتا البرومي ماتش بتا ما شافش لالجيري برومي ماتش، من بعد كي ولا يشوف مدرب كومام لو نيفو، عرف بلي ليكيب تاعنا ندار طون بلاص سور لو بلون ديفونسيف اي سور لو بلون تاكتيك كيف كيف. صحيح. ماجر خلينا نقولها بصراحة، كاين بعض المدربين في الجزائر ربما عندهم عقدة أو ما يأمنوش بالمدرب الأجنبي، هل عيب أننا يعني نجيب مدرب أجنبي؟ كل العالم يجيب، كل الفرق الكبيرة تجيب، شفنا المنتخب الإنجليزي اعتمد على كابيلو أو مدرب أجنبي، هل عيب أننا نعتمد على مدرب؟ لماذا هذه العقدة يعني وهذا ربما غيرة من المدرب الأجنبي؟ شوف لي روس يديروش الناس ما يديروش، جابوا مدرب أجنبي والفريق تاعهم تكون الى اللاعبين اللي موجودين في روسيا، الا باللاعبين اللي موجودين في روسيا. هذا سي اون كونتراديكسيون، سي با بوسيبل. لي جوار تاع الفريق الروسي كلهم متكونين من البطوله الروسيه. تتحدث عن كابيلو إيه؟ الا المدرب كابيلو اللي جابوه من الخارج. وانا اقول لك حتى كابيلو كان في انجلترا. اوكي اسمح لي محمد، كابيلو ما جاب حتى اضافه للمنتخب الروسي، ما شفناش لوبرين تاع كابيلو غير جوتو. المنتخب الروسي كان متواضع جدا في هذه البطولة، متواضع جدا. المنتخب الكوري الجنوبي كان اعتمد على ايدينغ في الماضي وحقق نتائج باهرة في كأس العالم، المنتخب الياباني اعتمد على مدربين أجانب، المنتخبات الإفريقية أيضا تعتمد على مدربين أجانب، لماذا دائما الحديث في الجزائر عن المدرب الأجنبي؟ لا شوف. إذا كان المدرب الأجنبي في أعلى مستوى ويقدر يجيب إضافة. لا ما شوف المدرب الأجنبي ما يعني أي شيء هو راح يربحك، نعطيك دليل صغير. شوف يقول لك كرة القدم عمرها ما تكون علوم دقيقة، ولا يوجد منطق في كرة القدم. نعطيك حاجة بسيطة صغيرة، رانا حضروا منتخبنا دار ماتش كبير بزاف أمام المنتخب الألماني، يعني يقولوا هكذا، أوكي. هل من قبل سنتين منتخبنا خرج من الدور الثاني من الدور الأول في كأس إفريقيا؟ صحيح. أسكو فو تروفي سا نورمال؟ ربما لأنه منتخب المتناقضات، يلعب مباريات كبيرة. لا هذا هو نقول لك، كرة القدم ما فيهاش منطق. سا ديبون لو جور تاع المباراة كيف راح تظهر، كيف راح تظهر. لأن منتخبنا أمام المنتخب الألماني ظهر بإدارة إرادة كبيرة جدا، لأن الماضي تاع الفريق الوطني تاعنا في 82 هو اللي خلاه يعطيكس، هو اللي خلاه يظهر بهذه المستوى. هذا هو سي افي با باسي، ونفس الشيء المنتخب الألماني نفس الشيء. ولكن لو ما كانتش ألمانيا كان منتخب آخر ممكن نلقاو صعوبات أخرى كما لقيناها مع المنتخب البلجيكي. لهذا نقول لك احنا لما نتكلم احنا رانا لاعبين كرة القدم، رانا مدربين. لما نعمل تحليل تقني، موش تحليل تاع سيبورتور، باسكو لو سيبورتور كي يشوف مباراة ما يشوفهاش كما يشوفوها احنا، هو يشوفها بقلبه. احنا نشوفوها بقلبنا، بصح كي نجو نحبوا نزيدوا الإضافة تاع المشاهد اللي يكون يشوفنا اللي ما شافش هو نقولها له. لهذا قلت لك كرة القدم ما فيهاش منطق، لأن هذا المنتخب لما شافوا أمام ألمانيا كيف مد الإرادة الكبيرة، ومع قبل سنتين خرج في كأس إفريقيا على مستوى متواضع جدا على منتخب كأس العالم، خرجنا من الدور الأول. هنا تقعد تسأل. لهذا قلت لك كل مباراة تختلف من مباراة أخرى، ولكن الاستقرار هو أهم شيء، الاستقرار هو أهم شيء وما نغيرش. والمدرب محمد اسمح لي كلامك الكبير، المدرب الأجنبي واش راح يعطي المدرب الأجنبي لمنتخبنا الجزائري؟ يعطي اينوبرات تاعو، يعني اللاعب اللي عنده إيكاريات في الجزائر ما ينجمش يمد لوبرين تاعو؟ ينجم يمد لوبرين تاعو، ينجم يمدها، مي مالوريزمون سيغتان يفوا لي شوز اوتروفو. بن شيخ، ما رأيك في قضية المدرب المحلي والمدرب الأجنبي؟ أو أنت يعني ما تشوفش فرق بين الاعتماد على مدرب أجنبي أو مدرب محلي؟ أنا والله ما
كما قال لك ما في لي زونترينو كي لا مونديالايزاسيون فهمت كيفاش هو باش انا نظن باش نلحق نجيب مدرب اترونجي لازم نجيب اونترينور اترونجي دو غروند كاليتي على الدرهم كاينين ولا تجيب لي مدرب ما يعرف انا كان في بوسني ولا في روسيا في سي با سا ما كان لاعب ومي ما تجيب جيب لي اونترينور دو كاليتي اي لونترينور هذاك اللي يناسب مع لو جو الجيريان تاعنا حنا لو كان 82 كانوا دي زونترينور ولا توت ان ستاف كان فيها دي زيترونجي كانت امور بتتغير فهمت كيفاش دونك حنايا باش نلحقوا لي زونترينور دو كاليتي il faut créer des centres de formation il faut instaurer un véritable professionnalisme تاع صح معنى الكلمه وين كل شيء يمشي سير كوم سير دي رولات فهمتني ومن بعد تما ولا نجيبو شوف فرنسا نعطيك ان اكزومبل فرنسا قبل ما دات لا كوب دي موند هذه اللي تاع زيدان وجماعتها شكون جابو اخي كانوا فرنسا ليكيب تاع بلاتيني وكذا ملاح مي دومي فينال كارت فينال اتيليميناو خمو قالك علاش شاك فوا حنا نروحو فيها نروحو فيها هيا واش داروا راحوا جابوا كوفاكس لو غرون كوفاكس معروف عالميا الفوتبول توتال تاع اجاكس وكذا جابوا كوفاكس بدا يزيتوا له قال لهم وريوا لي لي سونتر دو فورماسيون تاعكم راحوا دا بورتون فرنسا دوله عظيمه قال لهم عندكم راكم ضعاف بزاف لي سونتر دو فورماسيون نحب تعاودوهم ترونوفليوهم كاع ها واش لازم ها واش لازم ومن بعد دوموندا كاع واش لازم حطوه له حطوا معاه شكون ما جابش واحد من كوفاكس مولد بلاده حطوا معاه يضلقوا باسكو كوفاكس من بعد كي يدير الماشينه في الراه يروح مع اللاش تاعو راح كيما كان الحال يضلقوا كمل بصح يضلقوا شكون جاب اونري ميشيل موراه حطوا معاه وكانت السلسله تندر حتى لحق ايمي جاكي فرنسا دات كوب دي موند دركا فرنسا ولات تخوف ولات بقيمتها فهمت هذه هي الخدمه سي لو موان لون تير ماشي تاع تمتم شغل كانت تحفاري بوشيهم بالرمل وغدوه تصب شتا تزيد تروح ويا رايحه والجدل يبقى متواصلا حول بقاء او رحيل المدرب وايضا للوزيتش من على راس العارضه الفنيه للخضر الزميل محمد لمين بن شبير اعد لنا هذا التقرير ليقربنا اكثر من هذا الموضوع تابعوا دموع حليل لوزيتش لا تقدر بثمن والجمهور الجزائري يطالب ببقائه وهو في نهايه عقده ومصيره لم يتحدد بعد فيما توحي كل المؤشرات إلى أنه سيغادر العارض الفني للخضر وهو الأمر الذي لا يمكن للجمهور العارض تقبله والذي اقتنع بفكرة أن وحيد هو المدرب الأنسب للمنتخب الوطني طال إلى العمل الكبير الذي قام به طيلة 3 سنوات كاملة كللت في النهاية ببلوغ الدور الثاني من مونديال البرازيل في إنجاز غير مسبوق للكرة الجزائرية فيما يطالب الجميع الرئيس محمد الروروة بإقناعه للبقاء والحفاظ على الاستقرار والأمل معلقة لأجل تأدية كأس أمم أفريقيا في المستوى ولما لا تتويج بكان المغرب في جانفي القادم آخر المستجدات التي بلغت تلفزيون الهداف من البرازيل تكشف أن التقني البوسني قد يبقى بنسبة كبيرة على رأس الخضر في انتظار ترسيم الأمور مع رئيس الفاف دموع حليل لوزيتش صنعت الحدث كسبت قلوب الجزائريين واستعطفتهم ماجر بن شيخ عرفنا رايه امس قالنا بلي مع بقاء المدرب علي لوزيتش هل انت مع بقاء او رحيل المدرب علي لوزيتش شوف دوك لو كان هذا المدرب عنده تقريبا 3 سنوات من المنتخب اللاعبين تعودوا عليه اه في الاستراتيجيه تاعو في التكتيك تاعو في العمل تاعو كلامه كلش تعودوا واحد اللاعب على المدرب هذا ابخي 3 زاني دوك هذا المدرب راح يجي مدرب اخر كلش جديد لازم يتعود على التدريب تاعو لازم يتعود على كلامه لازم يتعود على السيستم تاعو على التدريبات تاعو نعاود له كازي ديبار اوكي ومن بعد 2015 عندنا لاكوب دافريك دي ناسيون ومن بعد لو كان بعيد الشر يكونوا دي موفي ريزولتا نقول له لا معليش هيا استقرار نزيدو نخليوه لا يخلقوا المشاكل لالي لوزيتش من بعد يقول لك علاش ما حبش يجدد معنا شكون اللي خلق المشاكل لالي لوزيتش؟ لا شوف شوف انا نقول بكل صراحه Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? مدرب رايح لكأس العالم والجزائر كلها تنتظر في النتائج للمنتخب الوطني الجزائري وتروح تجيب له مدرب؟ Est-ce que vous trouvez ça normal?
كيفاش انا مدرب الروح اهم روح بكل يعني امكانيات بتاعي؟ ربما هو اللي ما حبش يجدد، سمعنا انه قعد في طاوله المشاورات. مام اسمح لي محمد، مام tu n'as pas le droit de faire ça avant la coupe du monde, tu le fais après la coupe du monde. ولا ما كاش ديرو ديسكريتمون ديسكريتمون. عندك اتصال مع مدرب انت وياه، ما تدخلش لابيرس، ما تدخل والو، ما تلحقش، اهم شيء ما تلحقلوش المدرب. انا رايح لكاس العالم وبان عارف بلي واحد دم خدمه ورايا باش يجيبوا مدرب واحد اخر. هو كان صرح وقال بانه تاثر كثيرا لما سمع بهذا. اكيد كل مدرب في مكانه يتاثر، كل مدرب يتاثر. هذا التصرف تصرف مش احترافي، مش احترافي. هذا هو الان مملوك الالوزيتيا، يعطوا له واش يعطوا له ما يقعدش. الله يسلمك. باسكو عنده كرامته، عنده كرامته، وانا نقول لك عنده الحق يروح. باسكو ايزون توشي لامور بروب تاعو. علاش الشيء هذايا؟ علاش نوصل هذا الشيء هذايا؟ ها هو الشيء اللي يحزنني انا بكل صراحه. باسكو اسمح لي محمد، باسكو بوكو دونتريور سون باسي كوم لوي هكذايا للاسف، وانا واحد منهم، لانني نحس واش هو يحس اليلوزيتش للاسف. تحس باللي اليلوزيتش ابعده بنفس الطريقه اللي ابعدت انت بها؟ اكيد اكيد اكيد. لمواصله الحديث عن موضوع اليلوزيتش، فيه بعض الانصار بداوا يجمعوا داروا حمله مليون توقيع، حاولوا يجمعوا مليون توقيع للابقاء على فايدا اليلوزيتش. نحس بانه هذا الشخص احب الجزائر، احب الجمهور الجزائري، حتى انه فيه ربما سر بينه وبين الجماهير الجزائري اللي تهتف في كل مره باسمه. خساره كبيره لو يروح بن شيخ. يعني قلت لك وكما زدت قال كربح هدرتنا البارح، هو الخساره كبيره تروح للجزائر. علاش؟ خاطرش هذا في ثلاث سنين او وجد ان جروب، وجد توتي المونتاليتي تاع اللي جوار، وهو يعرفوها، يعرفوا شخصيته، كاع هاد الخدمه هذه راهي دارت. احسن انا ليا الاحسن يزيد يكمل المونديال الجاي، تزيد تقعد له اربع سنين واحد اخرى، بصح يخدم دون لا ترونكيليتي، ماشي تاع المشاكل. هنا راهو هبط المستوى كاع المشاكل، وعلى بالي بلي هذه نقطه برك، لو كان يبدا يهضر وكذا بتاتر كاين امور كبيره. دوك انني فرحان كي لي سيبورتور مي يهضروا به باش يقعد، باش يقعد، باش او ميم طو على بالي بلي ما يقعدش، مي باش يبوسيوه يقول بتات الحقيقه. ربما ونحن بدورنا ننتظر معرفة حقائق كثيرة طبعا عن المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل. نذكر فقط أن المنتخب الجزائري سيصل اليوم إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومن دون شك فإنه سيحظى باستقبال حار. لا شك أن المنتخب يستحق استقبال حار على المجهودات اللي قدمها. لا بكل صراحة، لا بكل صراحة، حتى لو تكلمنا على مواضيع كثيرة في المنتخب وعلى الامور اللي تمشي كما لازم، على الامور اللي تمشي بطريقه مش مليحه، انا نتكلم على كل حال. ولكن اللاعبين يستحقوا كل الشكر، يستحقوا كل الشكر، يعني خاصه في المباراه الاخيره ولو شافوا وعدوا الجزائر ان يدخلوا باراده كبيره امام الالمان، ودخلوا باراده كبيره، لعبوا، اعطوا كل مجهود تاعهم، اعطوا كل مجهود محمد. ولكن المجهود هذاك هو ما ينجموش يروحوا اودولا دو المجهود اللي داروه، باسكو امامك فريق قوي، فريق منظم، مدرسه كبيره، استقرار ست سنوات ولاعبين مع المدربين بنفس المدرب، يعني فيه سيتي لوكوموتيف، سيتي ماشين، يعرف كيفاش. انا قاعد نشوف باسكو حنا كي نشوفوا فريق يكون يلعب ما نشوفوش كسيبورتور، باسكو نو سوم كوريو، لونترينور اللي كوريو يحب يشوف شو يلعب، النقطه المليحه تاعو، النقطه اللي مش مليحه تاعو، علاش هو يلعب هكذا. حنا نشوفوا الفريق يلعب، الالماني يلعب بطريقه ذكيه جدا، ما يتقلق، يلعب بهدوء، ما اي شيء. احنا نشوفه مره على مره يكون فريق في الدفاع، يبدا يمشي الكره، بوتينغ، مرتي زكار، واسمه لام، بعد لما دخلوا اسمه الاختيرة لام، عودوا لا اون ديفونس ادروات، يمشوا البالون، يمشوا البالون حتى يلحقوا لاتاك تاع لا ديفونس تاعنا، ويشوفوا ما عندهمش الحلول. واش يديروا؟ ما يضيعوش الكره، يضربوا نو، يعاود يولي حتى لتحت عنده. علاش؟ باش يحتفظ بالكره. وانت على بالك بور ديكوراجي ليكيب ادفيرس يفو غاردي لو ماكسيموم لو بالون في رجلك، باش يبدا يخمم تو لو تو لو كومبلكس، كومبلكس بعد وتعييه ورا المو تعييه. احنا لاحظنا للاسف مش في المباراه الاولى، الفريق تاعنا ما يحكمش الكره اربع ثواني، هاو المشكل. حتى لو إرادة كبيرة، ولكن لازم تحتفظ بالكرة، احتفظ بالكرة، لتضرب بنفس السلاح الفريق الخصم.
غاردي جيبه هو، مشي له ديباس مشي له ديباس مشي تي غارد لو بالون. هذا اللي خصنا احنا في المنتخب الجزائري تاعنا. ان شاء الله نتخلصوا من كل النقائص مستقبلا. دائما في اطار الحديث عن مباراه الجزائر المانيا والنتائج اللي حققها المنتخب الجزائري، كيف تقيم بصفه عامه المشاركه ولمن يعود الفضل في هذه النتائج الايجابيه؟ المشاركه لي بوزيتيف، الجزائر دوزيام تور خرجوا